السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا اليوم سأحاول تقديم موضوعي هذا باللغة العربية نظرا لطلب بعض المشاهدين من دول أخرى، دول شقيقة. هذا اليوم سأتحدث عن أكل لا يجب تقديمه للأرانب وهو مضر بهم. هو في الحقيقة ثلاث أنواع حسب تجربتي. الأكل الأول هو القصبر والمعدنوس، نبات القصبر والمعدنوس الذي يمكن أن يكون عندكم نظرا لاستخدامه في المنزل، لا يجب إعطاؤه للأرانب رغم أنه أخضر، لا تعطوه للأرانب. بالنسبة للأكل الثاني وهو قشور البصل، والمعني بقشور البصل هو الجزء العلوي من البصل الأخضر، البصل الطويل الذي يوجد به جزء طويل، لا يجب إعطاء الجزء العلوي من البصل أي قشور البصل للأرانب، كذلك إنه يقتل الأرانب. الأكل الثالث وهو القرعة، نحن نسميها في المغرب القرعة أو الكوجات، لا تعطيه للأرانب كذلك. بالنسبة لأكل الأرانب، أنا حاولت أن أعطي للأرانب كل ما يخطر على العقل، أعطيتهم كل ما القشور التي نرميها في المهملات أعطيتها للأرانب، ولكن حسب تجربتي هناك بعض الأطعمة كما أخبرتكم التي تقتل فعلا الأرانب. إذا أحبائي في الله، احذروا بعض المأكولات، لا تعطوا الأرانب أي شيء، لا أعطوهم بعض القشور التي يمكن أن ترموها، أعطوها للأرانب، لا مشاكل. ولكن هناك بعض المأكولات التي تقتلهم، احذروا منها. إذا أعجبكم الفيديو شاركوا معنا في القناة وساندونا، ونحن نشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم وتعليقاتكم الجميلة. كل الحلقات إن شاء الله سأبثها باللغة العربية، سأحاول أن أقدم باللغة العربية كي يفهمني جميع الإخوة في البلدان الأخرى، وذلك طلبا لبعض المشاهدين. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.